بسم الله الرحمن الرحيم. تسر مديرية أوقاف الإسكندرية أن تستقبل الدفعة الأولى من لحوم صكوك الأضاحي لهذا العام. ذلك المشروع الذي تتبناه وزارة الأوقاف بقيادة معالي الأستاذ الدكتور الوزير محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، ليتم تسليم الدفعة وكالمعتاد إلى مديرية التضامن الاجتماعي لتقوم بالتوزيع وفق الآلية والحشوك المعدة لذلك مسبقا. وكل عام وحضراتكم بخير. كل عام وحضراتكم بخير. وصلت أول دفعة لحوم بلدي إلى محافظة الغربية، ومن مقر المحافظة بنسلم الدفعة إلى التضامن الاجتماعي لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية، وهم المختصين بالتوزيع وعندهم داتا الأسر الأولى بالرعاية. وبنوجه الشكر لمعالي وزير الأوقاف على الجهد الثمين المتواصل في إنجاح هذا المشروع. بسم الله الرحمن الرحيم. تسلمت مديرية أوقاف الكبيرة سيارة صكوك أضاحي من اللحوم البلدية خزن 2 طن من اللحوم. حفظ الله مصر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.